أهلا بحضراتكم في المحاضرة الرابعة من النشاط التجاري والصناعي. نتابع مع بعض الإهلاك الضريبي. إحنا خدنا في المحاضرة السابقة المجموعة الأولى اللي هي كانت تنقسم إلى خمسين، قلنا المباني والمنشآت والتجهيزات والطرق والطائرات، وكنا بندركها ب5% من التكلفة، والأصول المعنوية ب10% من التكلفة. نبدأ في المحاضرة دي بالمجموعة التانية، وبرضه تنقسم إلى جزئين. نمرة 3 أو الجزء الأولاني يعني الحاسبات الآلية ونظم المعلومات والبرامج وأجهزة تخزين البيانات، هتلاقوها عند حضراتكم في صفحة 200 في الكتاب. تعالج بنسبة 50% من أساس الإهلاك لكل سنة ضريبية. ناخد الملاحظات بتاعة إهلاك الحاسبات الآلية. أول حاجة إن هو قال إن معدل الإهلاك 50% لكل سنة ضريبية. نمرة 2، لما بنيجي نحسب الإهلاك إن هو يحسب للمجموعة ككل مش لكل أصل على حدة، يعني هناخد قيمة الحاسبات الآلية مع أجهزة تخزين البيانات مع البرمجيات كلهم حاجة واحدة. نمرة 3، هنتبع طريقة القسط المتناقص وإحنا بنحسب الإهلاك. نمرة 4، هنحسب الإهلاك هنا هو، والإهلاك هنا هيبقى غير مرتبط بمدة استخدام الأصل خلال السنة، يعني معنى الكلام ده إن الإهلاك هيبقى عبارة عن أساس الإهلاك اللي إحنا قلنا عليه في المعدل بدون مدة. طب إزاي هنحسب أساس الإهلاك؟ أساس الإهلاك هيبقى عبارة عن رصيد أول المدة بتاع المجموعة كلها زائد إجمالي الإضافات اللي إحنا حطيناها ناقص تمن بيع الأصول أو التعويضات المحصلة. هنا هو هنلاحظ إن عندنا في جزء بالتكلفة اللي هو الإضافات رصيد أول الفترة، وفي القيمة البيعية ودي هتبقى وفقا لسعر البيع. عشان كده أساس الإهلاك ممكن يطلع رقم من 3، ممكن يطلع أساس الإهلاك رقم سالب. يعني إيه رقم سالب؟ يعني القيمة البيعية أكتر من التكلفة اللي موجودة، ودوت يعتبر ربح بالنسبة لنا، وبالتالي يضاف إلى الإيرادات الخاضعة للضريبة. لو طلع أساس الإهلاك أقل من 10,000 جنيه يعتبر بالكامل من التكاليف واجبة الخصم، ولو كان أكتر من 10,000 جنيه نطبق عليه المعادلة بتاعتنا اللي هي 50% زي ما اتفقنا في بداية المحاضرة. والمجموعة دي طبعا لا يحسب لها أرباح أو خسائر رأسمالية. طب ليه ما بنحسب لهاش أرباح وخسائر رأسمالية؟ لأن أساس الإهلاك كده كده لو طلع سالب دوت معناه إن اتحقق ربح، وبالتالي الربح ده هنضيفه إلى الوعاء لأن هو يعتبر من الإيرادات الخاضعة للضريبة. فلو ضفته مرة هنا أهو وحسبت له ربح رأسمالي كمان لوحده، يبقى كده أنا حطيت الإيراد مرتين وأخضعته للضريبة مرتين. نجاوب مع بعض مثال 513 صفحة 215 على الجزء بتاع الحاسبات الآلية. عندنا أحد الأفراد ابتدى شغله اشترى حاسبات آلية في 1/11 بتكلفة 15,000 جنيه، ده في سنة 2017، وفي 1/4/2018 ب5,000 جنيه، وفي 1/3/2019 ب3,000 جنيه. ادي مشترياته. أساس الإهلاك كان عنده في 1/1/2017 ب35,000 جنيه، والمنشأة باعت بعض الأجهزة في 2018 و2019 ب24,000 و5,000 على الترتيب. تعالوا نحسب الإهلاك الضريبي لكل سنة لوحدها. أول حاجة 2017 هو قال لي إن أساس الإهلاك ب35,000 جنيه، زائد اشترينا حاجات تكلفتها 15,000 يبقى ب50,000، مفيش استبعادات، ما بعناش حاجة، يبقى القيمة 50,000، دي أكتر من 10,000 جنيه، وبالتالي تخضع للإهلاك الضريبي بمعدل 50%. أهوت أدي الإهلاك الضريبي ب25,000 جنيه، يبقى كده متبقي عندنا 25,000 كأساس إهلاك ينقل للسنة التالية اللي هي أول 2018. 2018 ابتدينا بأساس الإهلاك 25,000، اشترينا كمان حاسبات ب5,000 أو ب30,000، بعنا ب24,000 فبقى ب6,000. 6,000 أساس الإهلاك أقل من 10,000 جنيه، وبالتالي يعتبر بالكامل إهلاك ضريبي، أهو حطيناه كله ب6,000، وبالتالي لم يعد هناك قيمة متبقية في أساس الإهلاك في نهاية 2018. ابتدينا في 2019 أهو لا يوجد أساس إهلاك، أضفنا 3,000 جنيه
استبعدنا 5000 جنيه اللي هي القيمة البيعية، فطلع الناتج عندي بسالب 2000 جنيه. زي ما اتفقنا ان اساس الاهلاك لو كان رقم سالب يعتبر ربح ويضاف الى الربح الخاضع للضرائب. البند الثاني من المجموعة الثانية في الاهلاك، وهي كل الاصول الاخرى. ومعنى كده هو ان بتشمل كل الحاجات اللي احنا ما خدناهاش في المجاميع اللي قبل كده، هو اللي هي باقي الاصول كلها، باقي الالات، العربيات، الاثاث، كل ما هو موجود عندنا بخلاف ما سبق ان احنا خدناه واهلكناه. هنا المشرع حدد ان هي بتهلك بنسبة 25% من اساس الاهلاك لكل سنة ضريبية. اجابة مثال 5-15 على الاصول الاخرى صفحة 218. قال لي ان احنا عندنا احد الافراد ابتدى عمله التجاري في اول مارس 2019، اشترى اثاث وعربية في اول يوليو 2019 بتكلفة 20,000 و35,000 على الترتيب، وفي اخر السنة باع عربية ب 28,000 جنيه. زي ما قلنا ان احنا وفقا للمجموعة ديت، فاحنا عندنا المجموعة كل الاصول فيها بتبقى كلها مع بعض وتهلك مع بعض، وبالتالي اساس الاهلاك اهوت ما كانش فيه. ديت اول سنة من العمل، الاضافات عندي اثاث وعربيات 20,000 و35,000 ناقص الاستبعادات ب 28,000، طلع اساس الاهلاك للمجموعة ككل 27,000. ابتدينا نحسب الاهلاك الضريبي، 27,000 اكتر من 10,000 جنيه، اهوت في المعدل اللي هو 25% يطلع ل 6,750 جنيه. بكده احنا خدنا اهم بندين او اكبر بندين في التكاليف واجبة الخصم، اللي هم عوائد القروض واهلاك الاصول الثابته. ثالث بند عندنا وهو الاهلاك الاولي. سمح المشرع بخصم 30% من تكلفة الالات والمعدات زيادة على الاهلاك العادي بالنسبة للمنشآت الصناعية بشوية شروط كما يلي. اول حاجة ان الميزة ديت ما بيتمتعش بها الا المنشآت الصناعية فقط. تاني حاجة ان الميزة ديت بتبقى للآلات والمعدات فقط دون باقي الاصول. تالت حاجة ان الميزة دي بياخدها الآلات والمعدات سواء كانت جديدة او مستعملة. رابع حاجة ان انا هخصم 30% اللي هم الاهلاك الاولي من اول فترة ضريبية هنستخدم فيها الاصول دي. خامس حاجة ان انا هحسب بعد كده اساس الاهلاك بعد خصم 30%، يعني هيبقى 70% الباقيين. سادس حاجة ان الممول لازم يكون عنده دفاتر وحسابات منتظمة عشان نقدر نحسب الاهلاك الاولي. نجاوب مع بعض مثال 5-16 صفحة 220. منشأة فردية عندها بعض العمليات التالية. قامت المنشأة بشراء آلات ومعدات مستعملة في 15 يونيو 2018 تكلفتها 6,500 جنيه، واشترت كمان آلات ومعدات جديدة في 31/8/2019 تكلفتها 12,000 جنيه، وفي 30 نوفمبر باعت بعض الآلات ب 2,800 جنيه، علما بأن أساس الإهلاك كان 15,050 جنيه. تعالوا نحسب الإهلاك بتاعنا. أساس الإهلاك هو ابتدينا بيه 15,050 جنيه، زائد الإضافات، هو أضاف نوعين آلات جديدة ب 12,000 جنيه ومستعملة ب 6,500 جنيه. طيب تعالوا نطبق الشروط بتاعت الإهلاك الأولي. الأول هل تتوفر ولا لأ؟ الشروط أول حاجة إن هي تكون لمنشأة صناعية، فعلا المنشأة الصناعية. تاني حاجة ان هي ديت لبند الالات والمعدات فقط، هو فعلا احنا بنتكلم على بند الات ومعدات فقط سواء جديدة او مستعملة. انطبقت الشروط وبالتالي هنبتدي نحسب الاهلاك الاولي 30% من القيمة، 18,500 اللي هي قيمة الالات في 30% طلع ل 5,550 جنيه، اهم تشلناهم زي ما قلنا من التكلفة بتاعة الالات، فطلع لي ان الصافي اللي هم 70% الباقيين 12,950، ناقص الحاجات اللي احنا بعناها ب 2,800، طلع ان اساس الاهلاك بتاعي ب 25,200 يوم 31/12. تعالوا نحسب الاهلاك الضريبي. اهو اساس الاهلاك اكتر من 10,000 جنيه، ضربنا اساس الاهلاك ب 25% طلع لي 6,300 جنيه. معنى كده ان انا عندي اهلاكين،
الاهلاك الاولي كان ب 5550 جنيه، زائد الاهلاك العادي ب 6300 جنيه، يبقى اجمالي الاهلاك الضريبي ب 11850 جنيه. رابع نوع من التكاليف واجبة الخصم وهي الرسوم والضرائب التي تدفعها المنشأة، صفحة 221 بالكامل. تعتبر الرسوم والضرائب اللي بتدفعها المنشأة من التكاليف واجبة الخصم، بشرط ان هي تكون مرتبطة بالنشاط، زي الضريبة العقارية اللي تدفعها المنشأة، او ضريبة الدمغة والجمارك، او ضريبة القيمة المضافة. اما الضريبة اللي بتؤدى وفقا لهذا القانون اللي هي الضريبة على دخل الاشخاص الطبيعيين، ديت ما تعتبرش من التكاليف واجبة الخصم، لان مش معقولة ادفع الضريبة السنة دي واجي اخصمها السنة اللي بعديها، يبقى كده انا ما دفعتش اي حاجة للدولة. 5. اقساط التأمين الاجتماعي، وهي الاقساط اللي بتدفعها المنشأة عن العاملين، علشان بعد كده وهم خارجين على المعاش ياخدوا معاش من الدولة. الاقساط دي تعتبر كاملة من التكاليف واجبة الخصم، شرط ان هي تكون مسددة. 6. المبالغ المستقطعة للصناديق الخاصة، دي تعتبر من التكاليف واجبة الخصم، بشرط ان هي ما تزيدش المبالغ ديت اللي موجودة في الصندوق عن 20% من اجمالي او مجموع اجور العاملين السنوية، زي ما موجود في الكتاب صفحة 222. 7. اقساط التأمين على حياة الممول، تعتبر من التكاليف واجبة الخصم، شرط ان هي ما تزيدش عن 3000 جنيه في السنة. 8. التبرعات والإعانات المدفوعة، تعتبر التبرعات اللي بيدفعها الممول جزء من التكاليف واجبة الخصم بالشروط التالية. أول حاجة، التبرعات المدفوعة للحكومة ووحدات الإدارة المحلية أيا كان مقدارها تعتبر من التكاليف واجبة الخصم. 2. التبرعات المدفوعة لأي جهة غير الحكومة، زي الجمعيات أو المؤسسات الأهلية المشهرة، دور العلم والعبادة، والمستشفيات، ومؤسسات البحث العلمي، تعتبر من التكاليف بشرط ان هي ما تزيدش عن 10% من صافي الربح المعدل ضريبيا. طب احنا صافي الربح المعدل ضريبيا ده هو اللي احنا بنوصل له في نهاية الاقرار. معنى الكلام ده ان احنا مش هنقدر نحسب 10% ديت، طب هنعمل ايه؟ هنضيفها مؤقتا الى صافي الربح المحاسبي، وبعد كده نبقى نخصمها لما نوصل لصافي الربح الضريبي. معنى الكلام ده ان احنا لو قلنا ان الربح المحاسبي 100% زائد احنا ضفنا له الجزء بتاع التبرعات اللي هو 10%، يبقى معنى كده ان صافي الربح الضريبي 110%. عشان كده لما بنيجي نحسبها هناخد القيمة بتاعة التبرعات ونقارنها مع الربح اللي موجود عندنا في 10 على 110 من الربح المحاسبي. بالنسبة لأي تبرعات مدفوعة للأحزاب السياسية أو للفقراء لا تعتبر من التكاليف واجبة الخصم. 9. الجزاءات والتعويضات، تعتبر من التكاليف واجبة الخصم، شرط أن تكون مرتبطة بدولة المهنة، زي غرامة التأخير عن توريد طلبية أو تنفيذ أعمال. ولكن بالنسبة للجزاءات التي ترتبط بمخالفة القوانين لا تعتبر من التكاليف واجبة الخصم، زي مخالفة قانون ضرائب أو تسعيرة جبرية أو تموين أو غش تجاري، علشان ما نشجعش الممول ان هو يرتكب مثل تلك المخالفة. الديون المعدومة، لو عند حضراتكم في صفحة 223، تعتبر من التكاليف واجبة الخصم بالشروط التالية: ان المنشأة يبقى عندها حسابات منتظمة عشان تبقى اثبتت حسابات العملاء، وبالتالي نقدر نقول ان فعلا في دين لم يتم تحصيله فهيكون دين معدوم. ان الدين يكون مرتبط بنشاط المنشأة، وان هو يبقى طبق ادراجه ضمن حسابات المنشأة، وان المنشأة تكون اتخذت اجراءات جادة لاستيفاء الدين وما قدرتش تحصله بعد 18 شهر من تاريخ استحقاقه. يبقى معنى الكلام ده ان لازم الدين دوت عشان اقدر اقول عليه ان هو دين معدوم يمر عليه 18 شهر من تاريخ استحقاقه وفقا لمصلحة الضرائب.